يعطيك ألف عافية يا شباب، وأهلا فيكم في المعمل الرابع لمادة البرمجة. بعتذر إذا صار في تأخير في مادة البرمجة، بس يعني كانت الأمور مش واضحة كتير. ونرجع في هذا اللاب، راح نحكي introduction للجافا اف اكس. راح نبدأ نشتغل applications desktop applications بالجافا. طبعا الجافا بتقدر تشتغل فيها كتير شغلات، تقدر تشتغل ويب، بتقدر تشتغل ديسكتوب، بتعرفوا يعني اكيد الاندرويد تشتغلوا بالبرمجه جافا. بالاخر لغه البرمجه هذه ما لها علاقه في ايش انت وين بتشتغل، لان لغه البرمجه شيء عام. بالاخر الشغلات اللي بتضيفها انت عباره عن مكاتب، يعني انك تعمل ديسكتوب اب مكتبه مع البيلد سيستم اللي هو اللي بيطلع لك المنتج للديسكتوب. في هذا اللاب راح نحكي عن جافا اف اكس وكيف راح نبدا بدايه اول ابلكيشن لنا باستخدام جافا اف اكس لايبرري. بعدين راح نحكي عن حاجه اسمها لي اوت كونتينرز، بعدين راح نحكي عن كومبوننتس والشغلات زي هيك، واخر شيء راح نحكي كيف تعمل هاندل ايفنت اذا واحد ضعس، اذا واحد يعني اي اشي اي حاجه. لقيتها بدي في التوتوريالز بوينت، موقع رهيب جدا، في عندهم توتوريال كامل للجافا اف اكس، بيبدا معاك خطوه بخطوه من البدايه لا كل الشغلات تبعتك، يعني هاي الابليكيشن كيف تعمل ابليكيشن. تقدر تتبعه لو انت مثلا حاب انك تجرب شغلات معينه، تقدر تتبع من الدوكيومنتيشن تبع الجافا نفسه، وانا بفضل انك تتبع من الدوكيومنتيشن تبع الجافا نفسه، بكون نوعا ما اولها بتعوم بس بعديها بصير افضل لك. اول حاجه رح نحكي على الابليكيشن. الابليكيشن يا شباب اي برنامج في الدنيا له مسار معلوم، يعني بالاخر البرنامج رح يفتح ورح يسكر، اكيد فيش برنامج راح يفتح مش راح يسكر، يعني حتى لو انه بسكر الشيء لما تطفي الجهاز هيسكر. فهذه العمليه عمليه انك تدير الابلكيشن نفسه كيف يفتح وكيف يسكر، وهذه الشغلات مداره من في اللايبرري نفسها في كلاس اسمه ابلكيشن. الابلكيشن هذا في كبشه شغلات، يعني مش بس كود صغير، لا في كود كتير، يعني على اساس انه يعمل لك حاجه بسموها ثريدز، لانه بالاخر اليو اي راح يكون بيختلف عن المين لوجيك تبعك وانه كيف بيشتغل. فهذه من الشغلات اللي بدنا نستوعبها، انه في شغلات راح يوفرنا اياهم وراح نسين نعملها اكستند احنا، وهذه بفائده ايش كل الانهيرتنس الموجوده عندنا. زي ما قلنا في عندنا كلاس اسمه ابلكيشن، الجافا اف اكس بتعتمد عليه كتير على اساس انه يعني مش بتعتمد عليه للابلكيشن تبعك. خلينا بديش انا اضل احكي زي هيك، بدي اشوف مكتوب هو جافا اف اكس application. بدي انا اروح للدوكيومنتيشن تبع الجافا، طلعوا بيقول لي انا في عندي كلاس اسمه موجود في جافا اف اكس application دوت application، بيعمل انهيرت بس للجافا دوت لانج دوت اوبجكت. بقول لك انه هذا الابلكيشن اللي انت راح تبدا منه ابلكيشن تبعك، في عنده اكثر من شغله، في عنده كونستراكتور، في عندك ميثود اسمها انيت هل تعمل انيشلايز للشغله، في ستارت وفي ستوب. خلينا نروح على الستارت ونشوف. بقول لك هذا الستارت هذه المين انتري بوينت، يعني النقطه الرئيسيه عشان يفوت عليها الابلكيشن. في الستارت هذه طلعوا الميثود هاي ابستراكت، ابستراكت يعني مش معمولها امبلمنتيشن، يعني لازم انت تعمل لها امبلمنتيشن. خلينا نبدا نجرب ونروح نكتب هاي لابريك ونعمل هاي ملف جديد، ده اسميه first app dot java. خلينا نكتب على الفيجوال ستوديو كود. اول حاجة يا شباب بدي تاخدوها في بالكم انه هذا موجود في مكان معين، ما بنفع استخدم الكلاس هذا بدون ما اعمل امبورت لإله. خلينا نعمل امبورت اول اشي، امبورت، وبعدها راح ابدا اكتب عادي public class first app وابدا. هلقيت احنا قلنا انه هذا الكلاس تبعنا كل هذا البرنامج تبعنا عباره عن برنامج ديسكتوب راح يعمل اكستند للابلكيشن نفسه. خلينا نجرب نكتب اكستند ابلكيشن نشوف ايش راح يصير عندنا لما اعمل كومبايل. هاي جافا سي فيرست اب دوت جافا طلع لي اكسبشن. الاكسبشن هذا يا سيدي العزيز بيقول انه الفيرست اب مش ابستراكت كلاس بس ما بيعمل اوفر رايد للميثود اللي اسمها ستارت ستيج.
خلينا نروح على الميثود الستارت هاي ونشوفها. بقول لك هاي الميثود نفسها يعني لو احنا نعملها اوفررايد اوفررايد طبعا نجيب كلمه ابستراكت من هنا ونعمل نشوف هيك ايش راح يصير عندنا. اعمل كومبايل؟ لا ما عملش كومبايل، قال لي ستيج هاي اسم متغير، نوع متغير اللي هو البرايمري ستيج اسمه. النوع هذا انا مش عارفه ايش هو، ننتبه لهي الشغلات انه هذا نوع المتغير اللي جاييني. خلينا نروح نبحث على ايش الستيج، او ممكن بدل ما نبحث خلينا نضغط على اللينك هنا. بيقول الستيج موجود، بيعمل انهيرت للجافا اف اكس دوت ستيج دوت ويندو، موجود في الجافا اف اكس دوت ستيج وهو اسمه دوت ستيج. يعني لو انا رحت عملت امبورت دوت نجمه هيك، انا عملت امبورت لكل حاجه يعني موجوده في الباث هذا. نعمل هيك صار هاكر. هل قلتها نحكي عن ايش الستيج نفسه؟ لما يبدا البرنامج عندي يا شباب بوفر لي بالستارت حاجه اسمها برايمري ستيج. الستيج هذا يا شباب خلينا نبسطه، هو الاطار تبع الويندو تبعتك. يعني واحنا فتحنا النوت باد، الاطار هذا يا شباب اللي فيه العنوان، اللي فيه زر التكبير، زر المينيمايز، زر اللي بسكر، هذا اسمه ستيج. تمام، حلقيته بشكل افتراضي هو بيعطينا ستيج. حلو، خلينا نجرب نشوف نشغل هذا البرنامج تبعنا ونشوف ايش هيصير. ما صارش اشي، هيسالني سائل لماذا؟ لانه عندنا ستيج يا شباب، بس الستيج هذا مش ظاهر. طبعا يا شباب لما بدك تعمل شغله زي هيك ما بينفع انك تقعد تفكر لحالك او تفكر ايش اللي عاملينه. انا قاعد ما بش بجيب من راسي، انا قاري ايش جافا اكس اللي عاملاه، بس قاعد بحكيها بشكل مباشر. لانه يا شباب هذه بالاخر لايبرري ناس كاتبينها، والناس كاتبينها بناء على ايش هم شايفين مناسبه. فبشكل عام شايفين انه الستيج بدها تكون بالاصل ما فيها اي حاجه. في عندنا ميثود اسمها ستيج دوت شو، خليني اكتب هنا هاي البرايمري ستيج تبعتي دوت شو. نعمل كومبايل ونرجع بعد الأدان. هاي ظهرت الويندو تبعتي، خلينا نعمل نوقف عبين ما. طيب يا شباب خلينا نكمل. هل قلت الستيج هي زي ما قلنا الويندو نفسها اللي النافذة اللي فيها الزراير والشغلات اللي زي هيك. قلت في حاجة اسمها سين في الجافا اف اكس، هذه مصطلحات مش من عندي، من عند الجافا اف اكس. السين هذا يا شباب هي زي بيعتبروها الروت لكل اي حاجة بتضيفها. انت لو بدك تضيف زر او بدك تضيف اي حاجة تانية بدك تضيفها للسين، يعني بتضيف شغلة وبعدين بتضيف السين لي اوت كونتينر، بعدين بتضيف الزرار وبتحطه كله للسين. تمام يا شباب، اجيت نيجي نحكي عن الكونتينرز. الكونتينرز يا شباب هن حاجة مهمة جدا، يعني هي اللي بترتب كل شغلك. في عندنا الكونتينرز هذول يا شباب معمولين عشان يرتبوا لك كيف الاشياء جوا الابلكيشن تبعك بصير. نبدا في اول واحد، في عندنا حاجه اسمها اتش بوكس، يعني هوريزونتال بوكس. هوريزونتال بوكس بيرتب لك اي حاجه بتضيفها جوا بشكل افقي زي ما انتم شايفين في المثال هذا، وهذا المثال من توتوريال شير بوينت. في عندنا في بوكس، في بوكس بيعمل لك اياهم بشكل عمودي. في عندنا ستاك بتحط الاشياء فوق بعض. في جريد، الجريد هذه يا شباب بتقسمها زي ما بدك، عباره عن زي جدول. حلو يا شباب، تحط صفر صفر كذا كذا. طبعا موجود لستة كاملة للشغلات الموجودة هان، موجودة هان الأمثلة. طبعا تقدر تشوف مثال، يعني في البوردر بين هاي حلوة. بشكل عام البرامج إلها مقسمة بتكون فوق وتحت وجنب وجنب تاني ونص، فهاي بتوفر لك هذا الاشي. في مثلا تايل بين أو الفلو بين، الفلو بين أنا بالنسبة للي بحبها. الفلو بين يا شباب ايش ما ترمي فيها بتصفط لحد ما تخلص، بتنزل على السطر اللي تحته. طبعا تقدر تخليها يا اما اسطر يا اما اعمده. خلينا نجرب الفلو بين بما اني يعني مش حاكي عنها بالمره. طبعا في الموقع هتلاقي امثله يا شباب عديده لكل الاشياء هذه اللي انت بتحكي عنها، بس انا حاب انك ترجع دائما لمين؟ للموقع الاصلي. جت زي ما شفنا توا طلعت عندي الستيج بس ما فيش عندي اي حاجه. ليش؟ اول حاجه خلينا نرجع على الستيج ونشوف ايش في عندها ميثودز. بننزل لتحت هيك شوي، في لها طبعا بروبرتيز زي مثلا اولويز اون توب، يعني دائما فيها توب. فول سكرين زي فول سكرين ولا لا، ماكسيمم هايت، مينيمايز، ماكسيمم ويدث، ريسايزبل ولا لا، التايتل تبعها، شغلات زي هيك. نطلع على الميثودز يا شباب تبعونا. في كلوز بتسكر السين، جيت ايكونز بتجيب لك الايكونز اللي مستخدمين في الويندو،
جيت ستايل جيت تايتل اكيد في ست تايتل. خلينا نشوف الست تايتل يا شباب. ننزل هيك ونشوف الست تايتل. هاي الست تايتل بنعطيها سترينج. يعني انا لو عندي الستيج وقلت برايمري ستيج دوت ست تايتل هاكر حلو ورجعت هنا هاي نشغلها. شايفين يا شباب انكتب هان فوق في التايتل ايش كلمه هاكر. طلع يا شباب انا اكبر واعمل زي هيك بتصير اسود لانه ما فيش عندي سين. السين اشي اساسي عشان احط. في عندي مثل اسمها ست سين هنا شايفينها بتاخذ سين. خلينا نشوف كيف نعمل سين. اول اشي شباب هنا هو بيعطيك مثال يعني بنقدر نطلع على الكونستراكتور تبعونهم. هاي اللي بحث هيك كونست. هاي الكونستراكتور تقدر تعطيه اما بس بيرنت از روت. طبعا الكلاس بيرنت هذا يا شباب بكون في شغلات تانية بتعمل منه انهرت. تقدر ويدث وهايت تقدر تاخذ اذا هو دبل بفرد ولا فيش دبل بفرد ولا لا. اذا بدك تعبيه في لون معين. خلينا نشوف هاي الشغله. اللي اوت كونتينر يا شباب اول شغله بدنا نعملها قلنا في عندنا الفلو بين. خلينا نشوف الفلو بين جافا اف اكس ونخش على الدوكيومنتيشن. طبعا موجوده هيها في المنطقه هاي جافا دوت سين دوت لاي اوت دوت فلو بين. احنا بنعمل امبورت كل البينز امبورت دوت نجمه. طبعا يا شباب ما في داعي نقعد نتعلم كيف ان نعمل الشغلات اللي في الجافا كلغه برمجه لانه هلقيت في الجافا كلغه برمجه بتعلمها مع الدكتور وتعلمتها الفصل الاول. هلقيت كلنا نتعلم وكيف نستخدم مكتبات معينه. للحظ هلقيت قاعد نستخدم الجافا اف اكس حلو. طيب نعمل نيو فلو بين هاي دعمل هنا هيك فلو بين نيو فلو بين. بعدها بتدعمل زي ما قبل شويه قال لي في السين هيو سين ماي سين. السين هذا اللي بيحتوي اول عنصر لإلي بدي اقول نيو سين وبدي اقول له انه العنصر تبع الفلو والويدث والهايت زي ما بدك. يعني مثلا ممكن نقول 500 في 400 حلو. بعدها بدنا نروح نقول للبرايمر ستيج انه ست سين اللي هو هذا السين. طبعا ايش الفكره هنا؟ الفكره انك انت ممكن تضلك في نفس الويندو يا شباب بس ممكن تصير تغير وين السينات. هذا طبعا صار عندنا ايرور بيقول لي انا مش بلاقي السين. نروح نشوف عشان نعمل امبورت للسين وين هو موجود. موجود بجافا اف اكس دوت سين دوت سين. خلينا نروح هنا هاي امبورت جافا اف اكس دوت سين دوت نجمه. نعمل كومبايل كمان مره. هاي يا شباب الابلكيشن تبعي اشتغل انعمل بالويدث والهايت اللي انا حاططهم وهيو ما شاء الله عنه بكبره بصغره ما بيطلعش الاسود زي ما كان قبل شويه يطلع. هلقيت الفكره يا شباب انه ممكن انت تعمل سين اللي هو مثلا الويندو الاساسيه وانه بعد ما يدعس على كلمه لوجن يتبدل هذا السين لسين ثاني يكون مثلا اشاره لودينج او شغله زي هيك على اساس انه ايش خلص الشغله. هلقيت نحكي عن الفلو بين يا شباب ونحكي عن كيف بدنا نضيف عناصر لإلها. بدي اول عنصر اضيفه باتون باتون جافا اف اكس. نطلع يا شباب الباتون موجود في هذا المكان جافا اف اكس دوت سين دوت كنترول دوت باتون. خلينا ننسخ زي هيك وطلع شباب كيف بيعملوا الانهيرتنس. هذا بيعمل اكستند للباتون بيز لليبل لكنترول لريجن لبيرنت. البيرنت هذا يا شباب تذكرينه اللي كنا بنقدر نحطه في السين لما نعمل نيو سين. خلينا نعمل امبورت دوت نجمه. هلقيت يا شباب بدنا نعمل باتون. هاي باتون بي تي ان 1 ايكوال نيو باتون. نشوف ايش الكونستراكتور تبع الباتون. هاي كونستراكتورز يا اما بتعمله هيك ولا حاجه فاضيه يا اما بتحط تكست اذا بدك تحط نص يا اما تكست وجرافيك يعني صوره معينه. هنحط بس تكست بي تي ان 1 حلو. بدي اروح اضيف على الفلو بين الزر هذا. هلقيت كيف بدي اعرف كيف بدي اضيف. طبعا التوتوريال شير بوينت بيعرفك بالضبط كيف بدك تطلع على كل الشغلات اللي هنا. بس خلينا نطلع من الدوكيومنتيشن الاصلي. هنا طبعا بيعطيك مثال وهي بقول لك انه بتقول له الفلو بين دوت جيت تشيلدرن دوت اد وبتعطيه ايش اللي بدك اياه. خلينا نبحث على طبعا يا شباب هذه موروثه من شغلات معينه يعني مش ضروري تكون موجوده في الكلاس نفسه تبعنا.
يعني خلينا نشوف نقول Get Children. Get Children هذه موروثة من اللي تحت الفلو بين مباشرة اللي هي البين. حتى في يمكن Get Items. لا نشوف الجيت تشيلدرن. الجيت تشيلدرن بترجع لي اوبزرفبل ليست، حاجه نوعها اوبزرفبل ليست. خلينا نروح هايها فلو دوت جيت تشيلدرن، هذا ترجع لي اوبزرفبل ليست. وهنا في قوسين يا شباب زي هيك اي، هذه يا شباب بسموه جينريك تايب، بتصير انت تحدد التايب للشغله من برا، يعني موضوع شويه ادفانس. فهنا نوعها نود مش مشكله. نتطلع هذه ايش في الها، في الها اد اول، في ريموف، في هنا موروثه من اماكن ثانيه اد، يعني احنا يمكن بدنا بس الاد ما دام بدنا نضيف يعني، ونقول له بي تي ان واحد نجرب. والله فعلا هي الزر تبعنا يا شباب شايفينه. بدي اعمل لوب، هيو عملنا البتون، عملنا الفلو بين، ضفنا على الفلو بين البتون، عملنا سين، السين هذا العنصر الاساسي فيه الفلو بين، وحطينا السين البرايمر ستيج اللي هو الويندو الاساسيه تبعتي، حطينا لها عنوان واظهرناها. بدي اعمل هالجيت لوب، بدي اقيم هذا الكود تبعي كله، وبدي اعمل زي هيك فور عشان افرجيكم هذا انت اي ايكوال 0، اي اقل من 100، اي بلس بلس. بعديها بدي اقول له الفلو دوت جيت تشيلدرن دوت اد نيو باتون، واقول له هذا في كلمه بي تي ان زائد الاي، ونشوف ايش حيصير عندنا. ضاف لي يا شباب 100 زر، شايفين الفلو بين يا شباب بتضلها تعبي لحديت ما يمتلي. بالنسبه للعواميد للاسطر بتنزل عواميد، بتبدا هيك 0 1 2 3 4 12. هقيت لو بدي اياها مثلا بالعكس، خليني ارجع على الفلو بين، وطبعا بدي اياك تكون شاطر في الالاينمنت في الانجليزي. يعني في عندك ست اورينتيشن، اورينتيشن يعني دوران، ست اورينتيشن. نقول له نجرب هنا هاي عادي فلو دوت ست اورينتيشن، وهذه الميثود يا شباب تاخذ فاليو من نوع اورينتيشن. خلينا نشوف اول حاجه موجوده في المنطقه هذه جافا فيكس دوت جيومتري دوت اورينتيشن، خلينا نعملها امبورت عشان ما يطلع لنا ايرور انه مش ملاقيها. امبورت حلو، ونشوف ايش الى القيم. الى قيمتين يا شباب كونستانت، يا هوريزونتال يا فيرتيكال. خلينا نقول فيرتيكال لان احنا بدنا نخليها واقفه وقوف. اورينتيشن دوت فيرتيكال، طبعا عشانها كونستانت يا شباب شايفين كيف كلها كابيتال. نطفي البرنامج تبعنا، نعمل كومبايل، نشغل. طلع يا شباب صار يتعبى بشكل ايش، شكل عمودي 0 1 2 3 كذا 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 كذا. هلقيت لو انا صغرت هيك وهيك مش هيفرق اي حاجه، الفرق لو انا عملت هيك. تمام يا شباب، هنزلكم شويه وجاي نكمل يا شباب. هلقيت لما عملنا الاورينتيشن تبعتنا فيرتيكال صاروا الزرار يتوزعوا بشكل ايش، افقي. هذا الفلو بين. هلقيت لما احنا بدنا نيجي نوزع البرنامج تبعنا، خليني مثلا افتح لكم صوره ك يعني شغله بسيطه. اول حاجه بدك تتخيلها انك بدك تصير تقسم انت زي صناديق لاشياء. يعني لو انت عملت فيرتيكال بوكس، لو تخيلت الابلكيشن تبعك زي هيك، بيصير كل حاجه عندك مقسمه بشكل افقي لهيك شغلات. يعني كل كومبوننت بتضيفه بيصير زي هيك منظره. هلقيت جوا هذا بتعمل تقسيمه جديده على اساس انه يكون هوريزونتال بوكس. مثلا لو بدك تعمل بار تحط فيه الزراير، فبصير هذا هوريزونتال بوكس، تيجي فيها نزر وهنزر 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 وهكذا. يعني شباب تعمل الابلكيشن تبعك. طبعا تقدر تستخدم الجريد بين والشغلات الثانيه اللي زي هيك. خلينا نرجع على اللاب ونشوف. بدي ابدا معاكم بشغله اساسيه لما اعمل شيء زي هيك يا شباب. في لهم طبعا خصائص معينه زي مثلا قديش المسافات بين الزراير، قديش المسافات بين الاشياء، شغلات زي هيك اساسيه جدا. الحمد لله. نطلع في عندنا اليو اي كومبوننتس، في عندنا الليبل، في عندنا الكلر بيكر، من اسمائهم ليبل بس نص، كلر بيكر البتون الزر، الكلر بيكر اللي هو اللي بتختار منه لون معين، تشيك بوكس اللي هو المربع اللي بيكون محط عليه صح، راديو بتون، ليست فيو هاي بيجي فيها لسته،
تكست فيلد هذا اللي بنكتب فيه كلام، باسورد فيلد بنكتب فيه باسورد، سكرول بار بيجي السكرول فايل تشوزر هذا عشان تصير يختار مثلا ملف او حفظ او شغله زي هيك، بروجريس بار اللي هو اللي بتعبى زي هيك، في عندنا السلايدر. تمام. طبعا هنا لسته مع الامثله موجوده في موقع توتوريالز بوينت. خلينا نطلع ببرنامج معين ونقلد يمكن الشكل تبعه بيكون نوعا ما يعني ها في فكره من الموضوع، غير لما يكون مثلا خلينا افرجيكم هذا البرنامج. افتح البرنامج مانجمنت. البرنامج هذا يعني التابس يمكن شويه متقدمه بدناش نقعد نحكي فيها هالجيتها، بس خلينا نطلع في هذه، نعمل هاي الواجهه تبعت الاباوت وزر الكلوز والشغل زي هيك. نفكر فيها التقسيمه تبعتنا نقسم هيك جزئين، هاي الجزء هذا وبعديها الجزء هذا. هيكون يعني عندنا اول حاجه فيرتشوال فيرتيكال بوكس بيجي هنا اليمنت وهان اليمنت، وبعدها هوريزونتال بوكس جاي على الجهه اليمين وفيها زرين راح يجي جنب بعض. خلينا نبدا مع بعض. تمام. نبدا يا شباب في الاشي الاساسي تبعنا الفي بوكس، نسمي في بوكس مثلا ايكوال نيو في بوكس. في الفي بوكس يا شباب الفيرتيكال بوكس نطلع عليه الكونستراكتور تبعه بياخد، ممكن ياخد ولا ايش، ممكن ياخد قديش المسافة بينهم، وممكن ياخد الاولاد تبعونه مباشرة. خلينا نقول انه بدنا نحدد المسافة مثلا بين كل حاجة وحاجة. خلينا افتح البرنامج، بدي اخد سكرين شوت من البرنامج عشان نضلناش نطلع فيه. حلو. خلينا نقول المسافة من هان لهان مثلا 10 بكسل، فانا نقول له هان 10. هلقيت نرجع نبدا مثلا يا يعني نبدا من تحت يا يعني نبدا من فوق زي ما انت حابب. نبدا من فوق. هنا برضو كمان فيرتيكال بوكس جاي فيه اللي هو الماوس مانجر ليبل، بعديها هذه التكست، بعديها هذا الكلام، بعديها الزر، بعديها اللينك. نبدا نعمل فيهم واحده ورا الثانيه. طبعا ممكن نعمل فيرتيكال بوكس جوا الفيرتيكال بوكس او نكمل على الفيرتيكال بوكس تبعنا، بس انا بفضل انه نعمل اثنين. ليش؟ لانه هذا وهذا هذول الاثنين المسافات بينهم 10، بس هذول المسافات بتختلف لانه مختلفين عن بعض، يعني كل توكسيمة اللي اوت مختلفة المنظر. خلينا نسميها هاي مثلا في بوكس، نسميه انسايد بوكس ايكوال نيو في بوكس، ونطلع على المسافات اللي بين هاي الشغلات مبينة يعني اكبر، مثلا نقول 15. هاجتنا نبني في الانسايد بوكس تبعنا. اول حاجه نعمل ليبل ونكتب فيه ماوس مانجر ليبل. طبعا الليبل هذا يا شباب موجود جوا السين دوت كنترول دوت نجمة، ونقول مثلا ماوس مانجر تايتل ايكوال نيو ليبل. بالاغلب يا شباب برضو بدك تعطي هيك زي نوعا ما ليبل اذا بدك تعمله، اكيد الكونستراكتور فيه له كونستراكتور انك تعطيه سترينج ايش النص اللي فيه. طبعا هذا موجود في الدوكيومنتيشن تبع الجافا. هاي ماوس مانجر. بعدها بدنا نعمل ايش كمان؟ بدنا نعمل الفيرجن كنص، نقول ليبل فيرجن ايكوال نيو ليبل مثلا نقول في 0.1. بعدها بدنا نعمل كمان ليبل، ليبل ايش ها مكتوب؟ اسم الكمباني كم ايكوال نيو ليبل by hackers software. بعدها اجى عندنا button، button btn equal new button، كان مكتوب في button make a donation، make a. طبعا يا شباب ترتيبهم هنا ما له دعوه، هو بالاخر انت كيف بتضيفهم على الفي بوكس كيف ترتيبهم بطلع. بعديها بدنا نضيف اللينك، هاي هو ليبل وعشان ينثبت لكم هاي ليبل لينك ايكوال نيو ليبل hackers.com. هلقيت يا شباب هدول كلهم بدي اضيفهم على الانسايد بوكس. خلينا نشوف كيف نضيفهم على الفي بوكس. نفس طريقة الفلو بين يا شباب اللي قبل شوية شفناها، انه get children.add او في هنا عندنا .add all وبتعطيه ايش كل اللي عنده.
يعني نقول inside box dot add all dot get children dot add all. هاي قلنا نبدأ نضيفهم بالترتيب mouse manager title version بعديها الكومباني بعديها البتون بعديها اللينك. طبعا يا شباب هاد بتقدر تعملها بالكونستراكتور بدون ما تقعد تضيفهم هالجيتا، لانه احنا في الكونستراكتور قلنا تبع الكونستراكتور تبع الفي بوكس هي كونستراكتور في ممكن تعطيه السبيسنج وتعطيه هنا للتشيلدرن لما يكون كاتب لك نجمه نجمه نجمه، يعني بتقدر تضلك تضيف ورا بعض ورا بعض ورا بعض الى ما لا نهايه. هذا يا شباب عندنا اللي بطلع لنا الانسايد بوكس، يعني ممكن نقسمه لميثود وبعدها نضيفها او اي حاجه، يعني ممكن نخليها زي هيك. حاليا هالجيت بدنا نضيف الانسايد بوكس للفي بوكس تبعنا الاساسي، فبدي اقول في بوكس دوت جيت تشيلدرن دوت اد واقول له انسايد في الانسايد بوكس. حلو. وطبعا في السين العنصر الاساسي تبعي في السين اللي هو الفي بوكس الكبير الاساسي، يعني تصميم اللي اوت تبعنا نطلع من اول وجديد. هاي نرسم مربع هيك، احنا بدناش نصمم المنطقه اللي فوق. هاي في بوكس بيحتوي العنصرين هذولا، هاي العنصر الاول والعنصر الثاني، بعديها جواها كمان في بوكس اللي هو سميناه انسايد بوكس، وفي العنصر الاول العنصر الثاني العنصر الثالث العنصر الرابع. حلو. طبعا لسه هنقعد نظبط فيهم، نبدأ نعمل كومبايل ونشوف كيف شكل برنامجنا هيكون. هاكر عالمي ولا له أي دعوة في هداك البرنامج، بس بدينا نشوف الأشياء قدامنا، الليبلز المكتوبة، الأسماء، الزر تبعنا، اللينك. نطفي ونبدأ نشتغل على الزراير وين اللي هان. هذول نعملهم قلنا هوريزنتال بوكس. خلينا نشوف هاي نعمل اتش بوكس نسميه مثلا بوتوم بي تي انز ايكوال نيو اتش بوكس، وهنا بتعطيه قديش برضه السبيسنج قديش المسافات بينهم بيشبهوا بعض كتير الاشياء. خلينا نقول بوتوم بي تي انز دوت اد دوت جيت تشيلدرن زي ما قبل شوي عملنا دوت اد اول، وهنا بدي اعمل مباشره نيو بوتوم. ايش كانوا الزراير عندي؟ سيف نيو بوتوم close. طبعا هذا بس واجهه ما فيش اي حاجه بتشتغل، وبدي اضيف هذا للفي بوكس بدل ما اخليه دوت اد اقول دوت اد اول واحطيه الانسايد بوكس وبعديها البوتوم بوتونز. هيك يا شباب صار عندي الاشي، يعني نوعا ما العناصر موجوده الترتيب بيخزي. نبدا نطلع كيف نرتبهم. هنا يا شباب تبدا مهاراتك الفنيه انك تطلع كيف بدك ترتبها. نطلع اول حاجه على الاتش بوكس، بدي اجيب انا الزراير على الجهه مين اليمين. نطلع في الاتش بوكس جافا اكس، دائما يا شباب بدك تكون انت برضو شاطر في شويه في الانجليزي، يعني انك تعرف ايش المعاني الاشياء بشكل صغير زي الالاينمنت ايش معناها، ويدث هايت شغلات زي هيك، يعني كل اشياء هبل. طلعوا يا شباب هدول الميثودز تبعونه، في عندنا البروبرتي تبعت الالاينمنت، خلينا نشوف الميثود تبعتها الست الالاينمنت. هاي الست الالاينمنت، الست الالاينمنت بتاخذ بوز حاجه من نوع بوز. البوز هاي فيها بيز لاين ليفت بيز لاين رايت بيز لاين بوتوم سنتر، هاي احنا بدنا اياهم بالنص على اليمين، بالنص بالنسبة للي هو العمودي على اليمين بالنسبة للأفقي. فنروح نقول له نجرب مع بعضينا هاي bottom buttons dot set alignment buzz dot. طبعا لازم أكون عامل import لمين هذا البوز عشان تعرف الجافا، نشوف وين مكانه في الجافا fx dot geometry dot buzz. احنا عاملين هنا امبورت لكل الاشياء اللي في الجيومتري فما فيش اي مشكله. نجرب ونشوف ايش راح يصير عندنا. فعلا الازرار اجوا وين يا شباب؟ على الجهه اليمين، بس ملاحظين ملزقين كانهم في السين كتير. ايش رايكم نوسعهم؟ انا لو بدي اوسع بدي اوسع البرنامج كله من حوالين الاطراف، بدي اخليه يبعد مسافه معينه مثلا 10 بكسل.
الإشي الأساسي عندي اللي هو الفيرتيكال بوكس هذا الكبير، بدي أشوف كيف ممكن أبعده. نيجي هنا ونطلع على الميثودز اللي عندنا. في يا شباب حاجة اسمها بادينج وفي مارجن، تمام؟ هلقيت يا شباب احنا لو بدنا نبعد شغلة من جوا بنعملها بادينج، يعني بتصير هي لها حدود ومن جوا ايش محصورة في هاي الشغلات. السبيسنج اللي هي عندنا ايش اللي خلينا نبحث عن كلمة بادينج. هذه موجودة يا شباب في الويب في كل مكان على فكرة. هاي في اي حاجة لها ريجن في عندنا ست بادينج. الست بادينج هذه بتاخد انسيتس. خلينا نشوف، نروح للفيرت الفي بوكس الكبير تبعنا هذا في بوكس دوت سيت بادينج ونشوف ايش بنعطيها فاليو من نوع انسيتس. الانسيتس هاي موجوده في الجيومتري اذا ملاحظين الكونستراكتور تبعتها، يا بتاخذ دبل التوب والرايت والبوتوم والليفت قديش الفاليوز، يا اما اربع قيم دبل 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 كل جهه ايش الاشي تبعها. احنا خلينا نقول نيو انسيتس 10 بكسل، هيك راح يكون من كل اماكن في مسافه مبعوده 10 بكسل. هاكرين عالميا شايفين يا شباب من كل مكان مبعود 10 بكسل. طيب نبدا في شغلات ثانيه زي مين، نطلع على الصوره تبعتنا. التكست هذا في النص جاي، هذا جاي على اليمين، هذا الزر جاي على اليمين، هذا بالنص. خلينا اول حاجه نشوف كيف نكبر الخط. نروح يا شباب للليبل، ليبل جافا اف اكس. هذا يا شباب عامل انهرت لشغلات كتير زي ليبل وكنترول ومش عارف ايش، ممكن تلاقي الاشي اللي بتدور عليه في مكان تاني. انا لو بدي اغير السايز فاكيد هدور على مثل اسمها ست سايز، ما في شيء. بدي اغير الخط انا لقيت ببدا اكبر شويه ست فونت. هيها هيها شايفينها يا شباب الست فونت هذه بتاخذ مني فونت كفاليو. يعني نشوف الكونستراكتور تبعي، بقدر اقول نيو فونت واعطيه السايز. يعني لو انا عندي الليبل اللي هو هذا قلت له دوت سيت فونت نيو فونت، قلت له الخط مثلا 40. هلقيت بدي تنتبه لي انه الفونت هاي وين موجوده؟ موجوده في جافا اف اكس دوت سين دوت تكست دوت فونت، فلازم اعملها ايش؟ امبورت. طبعا يا مام صحيح هاي قاعد بجربها قدام كل الشغلات بس بكون منتبه لايش الاشياء اللي حوالي وايش اللي عمله امبورت وايش اللي لا. كبرت ولا كبرت ايش؟ كبرت. طيب بدنا نشوف كيف ممكن نعملها في النص. يمكن نبحث عن كلمه الاينمنت. هيها ست الاينمنت. بنفس الطريقه بقدر اخليها في النص يا شباب. يعني لو انا قلت لها ايوه الليبل تبعي اللي هو اللي اسمه ماوس مانجر، ماوس مانجر تايتل دوت ست الاينمنت، بوز دوت نشوف اذا في عندنا سنتر سنتر، هاي سنتر دوت سنتر يعني بالنص، ونشوف هيك ايش هيصير عندنا. ما صارتش بالنص. لماذا؟ هلقيت يا شباب بدي تتخيل لي الموضوع. هذه يا شباب الحجم تبعها، خليني اخذها كصوره وافرجيكم الحجم تبعها هو هالقد، لانه بشكل افتراضي بتطلع قد حجم النص، فهي فعليا في النص بالنسبه لاشياء. بس احنا بدنا نواسط مين؟ العنصر هذا اللي جوا هنا. فمعناتها بترجع الشغله هلقيت مش للليبل نفسه. ممكن انا اخلي الليبل العرض تبعه اكبر حاجه، يعني انه يكون حجمه يعبي كل المنطقه فيصير النص تبعه هو نص الشاشه. يمكن هذه اسهل حل. ممكن نطلع على الفيرتيكال بوكس اللي احنا كنا تو نشوفه. هاي خلينا نفتح على الفي بوكس ويكون في شغلات عشان تحط الالاينمنت لكل تشايلد من عندك، لانه هدول بالنسبه لهم اولاد. يعني نشوف الاينمنت. طيب في عندنا الاينمنت ل whether or not resizable children will be resized to full كذا كذا. طيب خلينا نشوف
كيف ممكن نحط الالاينمنت تبعت الاولاد تبعونا. احنا ممكن نحط لكل الفيرتيكال بوكس تبعنا الالاينمنت على اساس انه يحط الاشياء في النص له، بس احنا بدناش كل اشي بالنص. اللي بدي اجربه هالجيتا حاجة انه اخليه يكبر على الاخر ويكون هو النص تبع النص. لو انا رحت بحثت على جوجل فيل ليبل فيل في بوكس ويدث جافا افكس طبعا اكتب، هتلاقي مليون حدا كاتب عن الموضوع. بقيت افهمكم هي كيف معمولة. انا فتحت هذا اللينك، هذا مثلا عامل حاجة اسمها set max width لا double dot max value، بس خلينا افرجيكم مش هتظبط معنا بالاغلب. نخلي الالاينمنت تبعتنا صاي زي ما هي سنتر ماوس مانجر دوت set max width الالاينمنت دبل. نجرب هيا يا شباب، زبطت معنا، صار هو الويد تبعه عقد كل الشاشة، هو صار في النص. هل قدنا نبدأ لكل التانيات اللي هو مثلا تبع الفيرجن، نقول فيرجن دوت اللي هو set max width كذا كذا، بعديها الفيرجن دوت set alignment بوز دوت بدي اخده عمين على اليمين، يعني زي ما قبل شوي يمكن حطناها اللي هي center right. خلينا نقسم الاشياء تبعتنا. ها ونشوف كيف صار شكل البرنامج تبعنا. ها هذه كلمة ماوس مانجر في النص، الفيرجن كذا كذا جاية هنا، شوف هذا في النص، بعديها الزر على جاي على مين؟ على الشمال. طيب خلينا نجيب النص بالأول وين؟ في النص اللي هو تبع باي هاكر سوفتوير. نفس طريقة هذه، نسخ ولصق. هلقيت بدي افرجيكم احنا قديش كررنا هاي تبعت التوصيل اكم مره كررناها. بالنسبه للليبل، لو احنا اذكياء وبنشتغل اوبجكت اورينتد صح، شوفوا ايش راح اعمل. راح اروح انا بدل ما كل مره اعيدها بدي اقول كلاس سنتر، بعرفش سنتر صح، ليبل كلاس، هذا الكلاس تبعي عنده بيعمل اكستند للليبل، وعنده كونستراكتور بياخذ سترينج تكست مثلا اسمه. هقدر نستدعي مين؟ السوبر تبعنا في التكست. حلو، بعديها بس كل راح اعمله انه ست الاينمنت سنتر، والست ماكس ويدث لمين؟ للهايت. هلقيت بصير يا شباب عشان هذا عامل اكستند ليبل عادي الجافا فيكس تعرف عليه كانه حاجه منها وفيها، بصير بدل ما اعمل نيو ليبلز لها نيو ليبل هان بصير نيو سنتر ليبل. طبعا لو انا بدي هان بروح اكتب هيك، ولو بدي اخليها ليبل بقدر اخليها ليبل عادي. هان مثلا لمين؟ للماوس مانجر، راح اعملها هيك وهذول هيك بطل يلزموني. هذه نفس الحاجه بس راح ارجع اعدل الالاينمنت عشان تخليها على جهه الرايت. حلو، طلعوا يا شباب قديش خففنا من الكود، وهي فائدة يا شباب الانهيرتنس. طيب عندنا شغلات بسيطة زي مثلا الزر هذا والموقع، الموقع في النص معناته الموقع بدل ما هو نيو ليبل راح اقول نيو سنتر ليبل. هاكر عالمي، الزر هذا بدي اوديه هناك على الجهة هذيك. الزر هذاك عشان اوديه على الجهة هذيك بقدرش استخدم نفس الطريقة، ليش؟ لاني هضطر اني اكبره وهيك بصير منظره كبير كتير، وبعدها اوديه هناك بس. والمشكلة الثانية اني ممكن انا اعملها انه الانسايد بوكس نفسه اخلي كل الاشياء اللي فيه جهتهم على مين؟ على الجهة اليمين. بس مش هيك بنعمل بالعادة، لانه احنا مش معنيين انه كل اشي يروح على اليمين، احنا معنيين بس الزر. عشان نعمل بس الزر يا شباب بدنا نحطه في بين، البين هذه مهمتها انها بس تحطه على اليمين او على الشمال او على المنطقة اللي بدنا تحطه. طبعا يعني يمكن اسهل بين انه نحطها فيها الستاك بين. الستاك بين انت بتحط كل اشي فوق، يعني ما بتفرقش عندها اي حاجة، هي الستاك بين اخف انواع البين. بروح بدل ما اعمل باتون يا شباب
بعمل stack bin بنقول btn bin equal new stack stack bin بروح بضيف عليها مين ال btn تبعي. واللي بضيفه يا شباب على ال inside box مش البتون, بضيف البين تبعته. هجيت بدي اروح ابحث عن مين؟ على الستاك بين. وكيف انا ممكن احط لها alignment؟ طبعا بالاغلب ودائما راح تكون عامله انهرت للبين اكيد, وبقدر اعملها set alignment واقولها وين البوزيشن تبعها. فمنروح للستاك بين btn بين, هلقيت هي محطوط فيها الزر وهي بتودي كل حاجه جواها على الجهه اليمين. set alignment السنتر رايت يا شباب الاعزاء. نجرب هيك ونخزي هاكر عالمي, صار الزر جاي على اليمين. طبعا لو احنا صغرناه زي ما هو كان حجمه في الهذا, هاي المنظر تبعي. لو بدنا نعمل يا شباب اللي كان في هذا هيك زي في اطار هيك ولونه ابيض, لو رحنا نطلع على التوتوريال شير بوينت او على هذا, في عندنا هنا 2D shapes. في 2D shapes انا ممكن اعمل, او ممكن هذا مش اسمه يا شباب, احنا كان عندنا اسمه V box inside, ممكن اعمل له لون ابيض وبوردر باللون هذا. حلو, طبعا مش زيك هما بنعمله, بس يعني احنا تماشيا مع الوضع. هاي طبعا لو بدك انت تشوف كيف الكالرز وكيف بدك تعمل شغلة معينة, او اذا بدك ها نشوف البي بوكس. هاي البي بوكس تبعتنا كلر ستايل, هاي في عندنا دوت ستايل بديش السي اس اس انا هتصير مشكلة عندكم. هاي الدوت ستايل, الدوت ستايل لو احنا عملنا جيت ستايل هيرجع لي, لا ما بديش انا اخششكم موضوع السي اس اس وكيف توصف الستايل بشكل معين, بس انت بتقدر تعمل فيه كل الشغلات اللي بدك اياها. لو طلعنا على التوتوريال شير بوينت هتلاقيه عامل لك باك جراوند وشغلات تانية زي هيك. هلقيت نيجي يا شباب نطلع على هنا, طبعا بعرفك كيف السي اس اس وكيف تبدا تكتب سي اس اس, اساس انك تعمل شغله معينه زي ما انت بدك وتضيف هذا الاشي, وهو طبعا بصير ملف تاني بنوصف فيه شغلات هنحكي عنه لبعدين. طيب يا شباب خلينا نكمل نجرب, اذا بدكم نضيف مثلا بروجريس بار يعني بشكل عشوائي اخترناه, بدنا نضيف تحت في اخر حاجه في الفي بوكس الكبيره تبعت بروجريس بار. هاي بروجريس بار بي بي ايكوال نيو بروجريس بار, هبدت طبعا انه الكونستراكتور زي هيك شكله بس ما بعرفش يمكن يطلع لي ايرور. نطفي اشتغل. هاي البروجريس بار يا شباب شايفين كيف شكله بخزي. طبعا لو بدي انا اخليه عم قد كل الشاشة, اذا ذكرين اللي قبل شوية كنا بنعملها اللي هي set max width وكانت double dot max value pp dot set كذا كذا max value. نجرب هاي صار على قد كل الشاشة يا شباب. طبعا لو الك انت خصائص معينة بدك اياها خلينا نبحث على البروجريس بار. بروجريس بار جافا فيكس تقدر تعطيه نسبة قديش هو ماشي, يعني لو احنا رحنا طفينا هيك وقلنا 0.1 نجرب والله ايوه صار ماشي 1%. طبعا لما تكبر وتصغر شايف اللي اوت بضل محافظ على حاله يا شباب. لو بدنا نعمل انه كل ما ادعس على زر ميك دونيشن يزيد البروجريس بار هذا مقدار معين, نجرب مع بعض. بدي اروح يا اما على توتوريال شير بوينت يا اما على اللاب تبعي على الايفنت هاندلنج. في عندنا حاجه اسمها سيت اون اكشن, هاي ميثود. خلينا ارجع على ال, بحب انا اخش على الباتون جافا اكس على الدوكيومنتيشن الاصلي تبعها. لو احنا كتبنا set on action هاي يا شباب ميثود بتاخد حاجه من نوع event handler و action event. هذه يا شباب انترفيس. حلو,
الانترفيس عشان تعرف عنها اكثر والشغلات زي هيك تقدر تفوت هنا وتطلع ما شاء الله عنك، وانك تعرف انه انت في لها ميثود واحده اسمها هاندل، النوع تبعها تي. التي هذه يا شباب اللي بين القوسين هنا موجوده عندنا اسمها اكشن ايفنت. ف خلينا نقول اللي هو ايزر ميك دونيشن، هاي البي تي ان، هذا البي تي ان بدي اقول له هاي بدي اعمل هنا events and events btn dot set on action. هلقيت هذا لازم يكون كلاس بيعمل implements لهاي الانترفيس، فبدي اروح اعمل هنا كلاس my my event handler بيعمل implements لهاي. لقيت شباب لو عملت زي هيك وعملت كومبايل هيقول لي ايرور، ايش هي؟ انه فيش سيمي كولون، هاكر عالم. لا هنا نروح نعمل ماي هاندلر ايفنت، ماي هاندلر ار ايكوال نيو، حلو. وبدي اقول له هنا انه انت حط الماي اكشن اللي هو الكلاس هاي تبعي الانستنس تبعت الكلاس. هيقول لي يا صديقي العزيز في عندنا مشكله، نقول له ايش هي؟ بقول لي يا معلمي هذا اول حاجه الايفنت هاندلر مش موجوده، نقرا الايرور من واحده لوحده. نروح للايفنت هاندلر ونشوف هو وين موجود. موجود في جافا اف اكس دوت ايفنت، ننسخ هذا المكان ونروح امبورت جافا اف اكس دوت ايفنت دوت نجمه، نعمل كومبايل مره ثانيه هيطلع لنا كمان ايرور. قول يا معلم هذا الكلاس مش ابستراكت بس ما بيعمل اوفر رايد للميثود اللي اسمها هاندل، لان هاي انترفيس لازم نعمل اوفر رايد للميثود تبعونا لو بدنا، فنروح نعملها. هايها موجوده هنا، نقول void هاندل والنوع تبعها تي اللي هو كان عندنا موجود بين قوسين اكشن ايفنت، نسميها هان. نكتب اي حلو، هنا نكتب سيستم دوت اوت دوت برنت لين هاكر عالم. هيقول لي يا معلم ايش المشكلة عندنا؟ لازم تكون هاي بابليك، لانه هي معرفة بالاصل بابليك وانت قاعد بتحط لها ويكر موديفاير. نجرب شوفوا يا شباب، انا خليته يطبع سيستم دوت اوت برنت هاكر، طلعوا على الكونسول عندي لما ادعس على زر ميك دونيشن هاكر 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 هاكر، كل ما ادعس عليه بيستدعي الكود اللي جوا. طبعا يا شباب هذا طريقة غبية، هتسألني لماذا؟ لأنه مش كل ما بدي أعمل هاندل إيفنت بدي أروح أكتب له إم الكود زي هيك، يعني إنه كلاس وإمبلمنتس والقصة الحزينة هذه. في عنا حاجة بسموها أنونيموس أنونيموس كلاس، أنونيموس كلاس إنه كلاس مش موجود، بتعمل منه إنستنس واحدة بيكون هو بيعمل إمبلمنتس لإنترفيس أو لأبستراك أو لشغلة أبستراك. هذا كيف بنعمل يا شباب؟ هلقيت نبدأ واحدة واحدة. لو انا بدي اعمل انستنس ايش بدي اعمل؟ نيو حلو. هلقيت بقول لي يا سيدي العزيز انت لما تعمل نيو تكتب لي هنا النوع، مثلا نيو ماي ايفنت هاندلر او شيء زي هيك. قال لي هان اكتب لي نوع مين الانترفيس تبعتي، تحسبا انه لها كونستراكتور او شغله زي هيك لازم تعمل قوسين هذول. بعدين بتفتح القوس تبعك زي هيك وبتبدا تكتب في الكلاس تبعك جوا هنا، بس هو مش راح يكون في كلاس، هو راح يكون كلاس هيك وهمي ما إله اسم ما إله إشي، وراح يكون بس كوده موجود مرة واحدة. نتطلع هيك سوري نعمل كومباي، هيكون بيأدي نفس الوظيفة بالضبط. الفكرة فيه كمان إنه بيقدر يصل للمتغيرات الموجودة عندنا في المنطقة هاي. فأنا البروجرس بار تبعي بدي أروح البروجرس بار جافا اف اكس ونشوف هنا، بدي أشوف أكيد في واحدة ست بروجرس، هايها ست بروجرس، بحط له قديش البروجرس تبعي. بدي اقول له لما تضغط عليه البيبي دوت ست بروجريس، بدي اقول له البيبي دوت جيت بروجريس، ولا نسيت الجيتر والسيتر ايه، زائد 0.1 حلو. طلعوا ايش راح يصير، ايش فكرت راح يصير؟ يعني كل ما ادعس على زر ميك دونيشن راح يزيد البروجريس بار تبعي نتوفا نتوفا. وهيك شباب عملنا ايفنت هاندلينج لشغله معينه. نرجع على
طبعا هاي موجود طريقتين كيف موجودين عندكم كيف تقدر تعمل هاي الشغلات. ناس يتعمل اد اوفر رايد. قلت راح كان اللاب تاسكس باللاب تاسك الاولانيه بدك تعمل هذه الديزاين لهذا الاشي. هنا عندك تكست فيلد بتعرف كيف تعمل تكست فيلد لحالك من النت من توتوريال شير بوينت من اي مكان. بدك تعمل الازرار هذولا بفضل انك ما تكونش يعني تعمل ليهم زر زر اعملهم في لوب حط لك اري فيها ايش الارقام وايش الزراير اللي بدك اياه ويعمل له لوب ويحط الزراير. تنساش تعمل السبيسنج والشغلات زي هيك. حاول تعملها اقرب شكل ممكن لهذا الاشي. التاسك الثانيه سوري مش 20 منت بدك تعمل امبلمنت للوجيك تبعها. لما ادعس 5 بده يكتب 5 وادعس ناقص بده يكتب ناقص 6 بده يكتب 6. هجيت لو دعست يساوي بده يعمل 5 ناقص 6 ويغير كل الاشي اللي هنا بالنص اللي بدي اياه. طبعا بدك تعرف انت لحالك كيف بدك تعمل سيت تكست. هاي سم الميثود سيت تكست لا تكست فيلد هاكر عالمي. هلقيت كيف انك تحلل العمليه الرياضيه وتطلع نتيجها. مش ضروري انت تكتب كود في ايدك تقدر تبحث عن النت على اساس كيف تحول ماثيماتيكال اكسبريشن وتجيب الفاليو تبعته اي طريقه. بتلاقي طرق كثير على النت. حلو يا شباب. وبهيك يعطيكم الف عافيه واتمنى يعني انه كان لاب جميل.